السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن رؤية جات لي على الخاص، واستأذنت صاحبتها بإني أذيع هذه الرؤية على القناة، أعمل فيها فيديو، وهي تفضلت مشكورة، قالت لي اتفضل. فالرؤية يا حبيبنا الكرام رؤية حتى أنا تعجبت من تفسيرها، يعني أنا استغربت من تفسيرها. زي ما قلت لكم قبل كده أن أنا بسلم أمري لله سبحانه تبارك وتعالى، وبخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوة الله، واللي بيقذفه ربنا عز وجل في روعي فبكلم فيه الرأي. الرؤية اللي جات لي بتقول شفت شخص في المنام مجهول كان بيطاردني، وأنا هربت منه ودخلت بيت تحت التراب، والبيت كان من طين، وكان البيت فارغ ومجهول ومهجور، وكنت فيه وحدي وقفلت علي الباب. الرؤية يا أحبابنا الكرام للوهلة الأولى أنا ما كنتش أعرف تفسيرها، ولكن أنا بتكلم بقرأ الرؤية وحسب ما يفتح ربنا عز وجل علينا. فقلت بعد ما استعنت بالله سبحانه تبارك وتعالى إن المجهول في الرؤية أسرار عند هذه الفتاة، دي أسرار، ده ماضي بيلاحقها، ماضي ماشي وراها، أسرار بتألمها وبتطاردها، ولكن هي كمان لجأت للمكان الخطأ. فالبيت المهجور اللي هي لجأت إليه قلبها اللي عايزة تفرغه من الماضي اللي بيلاحقها والماضي اللي بيطاردها، فهي عايزة تفرغ قلبها من الكلام ده، لكن البيت مجهول. فالبيت ده قلبها كما اتفقنا، كمان البيت الخارب زي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخارب والعياذ بالله. فالقلب فاضي ما فيهوش إيمان، ليس عامر بالإيمان، فالقلب فاضي والقلب خرب ومجهول. لكن كمان بتقول البيت من تراب، يعني البيت من طين، ولما دخلت البيت لقيته من تراب. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني طهرها ونماها، ده بيطهر نفسه وبيزكيها وبينظفها وبيختار لها طاعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العلماء بيقولوا عشان نعرف معنى الدس نذهب بقى لقول ربنا عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالدس معناته إن أنا أنزل نفسي تحت التراب والعياذ بالله. فده اللي بيلجأ أو بينجو من الرمضاء من النار، من الرمضاء إلى النار والعياذ بالله. يبقى المجهول ده الماضي اللي بيلحقها وأسرار بتطاردها، وهي للأسف محتاجة إن هي تلجأ إلى الله وترفع إيديها إلى الله بالدعاء وتطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى. يا أحبابنا الكرام الماضي عدى وفات، التفكير فيه يجيب غم، واللي جاي لو فكرنا فيه يجيب هم. والعلماء يقولوا يومك من بات عنده قوت يومه معافا في بدنه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحازة في ريها. فأحبابنا الكرام العلماء بيقولوا لو الإنسان تاب، هو لما بيعمل معصية فالمعصية دي بيكتبها الاثنين الكتبة، الاثنين الكتبة بيكتبوا المعصية، مش كده وبس، دي بتتكتب على الجلود، جلد الجسم، بتتكتب على اللسان، بتتكتب على الدراع، بتتكتب على الرجلين، بتتكتب على الأرض اللي وقع عليها
المعصية بتتكتب على السماء اللي موطن صعود العمل، كل الأماكن دي بيتكتب عليها المعصية. ربنا عز وجل بيقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض هتتكلم بكل اللي حصل على ظهرها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يا أحبابنا الكرام، لكن إذا العبد تاب ورجع إلى الله سبحانه وتبارك تعالى، اسمعي أختي طيبة المحترمة، والله أحسبك من المحترمين، فربنا سبحانه تبارك وتعالى يمسح له المعصية من على جلده، يمسحها من على لسانه إذا تاب ورجع إلى الله، يمسحها من على أيديه، يمسحها من على رجله، يمسحها من على الأرض التي فعل عليها المعصية، يمسحها من السماء. مش كده وبس، هينسي الملكة الكتبة، هينسيهم المعصية التي فعلها العبد. فالعلماء بيقولوا إذا كان هينسي الملائكة المعصية اللي انت عملتها، مش هينسي الناس اللي انت عملته. فالمعصية وأثارها ده جوه قلبك انت بس، لكن انطلق في طاعة الله. بيقول عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني فاستغفرتني لوجدتني غفورا رحيما. دي كانت الرؤية اللي معانا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ريت نعمل لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتشرف بأن يشارك في قناتي، يفعل خاصية الجرس ويختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في راية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.